Thank you.
الحمد لله الرئيس بحضور سيادة رضيت عنا السماء ورضيت عنا الأرض. هذا اليوم مكرس كان مكرسا بالطفل الفلسطيني في صلاته والطفل الفلسطيني في جبهته. إلى العالم تحية الميلاد، تحية المطر، تحية الرئيس، تحية البطريرك، تحية أبناء المدرسة إلى العالم كله. وهذا الحفل هو تحت شعار أطفال فلسطين وأفراح الميلاد. فلتفرح أطفال فلسطين بأعياد الميلاد. Thank you.
الوطن للبرد. رمال الشاطئ عندما أخذت تتمايل وتبتأ صاحبة بهدوء، فهمست النجمة للنجمة بظهور ذلك الفجر الذي طوى الأمراض، فأخذت الأضواء تمسح التراب عن العيون لتمحو ذلك النسيان أو بمعنى آخر التجاهل. والآن مع كلمة ترحيب باللغة العربية والطالبة مريم هانا. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم كل قطرة دم سالت من جسد الشهداء، باسم كل صرخة أم دوبت في عنان السماء، باسم كل بسمة طفل ارتسمت على الشفاه، وباسم كل سواعد أطفال الحجارة حولتها قواعد بناء. من فلسطين المهد والإسراء نرسل نحن أطفال فلسطين، أطفال أبو عمار. من تلفزيون فلسطين، من تلفزيون فلسطين المارد العملاق، إلى أطفال العالم المسيحي في كل أرجاء المعمورة، نداء مستعجلا: يا أطفال العالم اتحدوا وافرحوا بهدايا العيد، فإنكم بذلك تؤكدون على حق كل الأطفال، كل الأطفال المحرومين مثلنا. بالثورة على إطلاق إيرز وبيت حنينة وقبة رحيل في وجه أطفال فلسطين، أطفال مهد بيت لحم، أن تصعد هي أيضا كباقي أطفال العالم إلى فرح الأعياد. لكننا نؤكد لكم أن السلام في بلادنا آت، فإن فجر السلام قد لاح، وأصواتنا منذ اليوم ترافق أصوات الملائكة في بيت لحم، تبشركم المجد لله في العلا وعلى الأرض. غير ورداتها وزهراتها تعيش داخل الطفل الفلسطيني معركة بين قبولة معاصرة الحياة تقول: الحرش، الدمار، السرعة، ومحى كل المعاني الشفافة حافظة القيم. فهذا ما يراه أمامه. والآن مع قصيدة مارون والطالب حسن العيسى وفادي عياد. يلا ابدأ. مين بعد سمرة؟ سمرة بتطلع فوق. أيها المارون بين الكلمات العابرة، منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حشر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سواء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا، وادخلوا حفل عشاء راقص وانصرفوا، فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كالغبار المر مروا أينما شئتم، ولكن لا تمروا بيننا، فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا قمح نربيه ونسقيه لدى أجسادنا. فخذوا الماضي إذا شئتم إلى سوق التحف، وأعيدوا الهيكل العظمي للهدهد إن شئتم على صحن خزف، فلنا ما ليس يرضيكم هنا، لنا المستقبل. أيها المارون بين الكلمات العابرة، كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة، وأعيدوا أقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس، أو إلى ضوء الموسيقى المسدسة، أو فلنا ما ليس يرضيكم هنا، شقفة عسكري بيتحكم في النهار، ولنا ما ليس فيكم، وطن ينزف شعبا ينزف، وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة.
أيها المارون بين الكلمات العابرة، آن أن تنصرفوا ولتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. آن أن تنصرفوا ولتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل، ولنا قمح نربيه ونسقيه ندى أجسادنا. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من جرحنا، من ملحنا، من قمحنا، من كل شيء، واخرجوا. لكن يتوقف هذا كله على مستوى المجتمع أو على المجتمع نفسه، فتصرخ كل راحة ناعمة طالبة الحرية والحياة. هل سؤال يا حضرات، ما الفرق بين العيون السوداء أو الزرقاء أو العسلية؟ وما الفرق بين القلوب العربية والأجنبية والفلسطينية؟ والآن مع الليل ولى ولنعود، وجاء دورك يا صباح والطالبة هبة الخالد. الليل ولى لن يعود، وجاء دورك يا صباح، وسفينة أبطال سارت لا تباري. ابعد عن الطريق. يلا يا ياسر ياسر، شفته ببيروت ايده بايد الموت، هو عم بشد والموت عم بشد، هو عم بشد والموت عم بشد. الموت اللي مات.
برافو. خلاص السلام الوطني الفلسطيني. من الله الحمد لله. لنا كم يوم نصلي استثناء مع الكلمات تبع ممتازه. المهم انا جيت يلا نصيبكم.
تقبل النعمة نعمة كبيرة. ثاني إشي أهلا وسهلا وسهلا فيكم في جنبات المدرسة. طيب والآن يعني طبعا اختلف كل المواعيد والناس صارت موجودة، ولأنه صار في يعني تغير برنامج الكنيسة وبرنامج الدير كله، فعلى الساعة 11 يعني في خلال نصف ساعة نبدأ صلاة التثبيت مع سيدنا البطل. كل سنة وانتم سالمين، ونشكر الله الرئيس والبطل والمطر. ثلاثة خلفتك يا عمام. بدي أدلك على البنت عشان تعمل الشيء Thank you.